اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. MashaAllah, subhanAllah, ye tha Maulana Siddiq sahab. En nu nodigen uit voor de Koran tilawat is in ons midden gekomen, alhamdulillah, is Haji Mohammed Firoz om naar voren te komen om een Koran tilawat te doen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. یہ عید کا دن عید مبارک منائیے بھائی سے بھائی مل کر یہ عید ملن منائیے یہ عید کا دن عید مبارک منائیے بھائی سے بھائی مل کر یہ عید ملن منائیے اسلام نے یہ پورا سبق ہم کو سکھایا سبق ہم کو سکھایا اسلام نے یہ پورا سبق ہم کو سکھایا سبق ہم کو سکھایا بگڑی ہوئی سب باتوں کو اب پھر سے بنا لے بھائی سے بھائی مل کر یہ عید ملن منائیے یہ عید کا دن عید مبارک منائیے بھائی سے بھائی مل کر
ये ईद मनाए। हाजिर है मस्जिदों में दुनिया की हर मुस्लिम, दुनिया के हर मुस्लिम, दरिया बराबर का अपने दिल में बसा ले, भाई से भाई मिलकर ये ईद मना ले। हिम्मत खुदा ने हमको दी हर नेक कामों में, हर एक नेक कामों में, इस्लाम की कामों पे अपने सर को झुका दे, भाई से भाई मिलकर ये ईद मिलन मनाइए। तौहीद की नारों से हवा गूंज उठेंगे, हवा गूंज उठेंगे, भाई से भाई मिलकर ये ईद मनाए, भाई से भाई मिलकर ये ईद मिलन मनाइए।